رحلت عن عالمنا صباح اليوم السيدة ميادة زوجة الفنان المصري ياسر فرج إثر إصابتها بفيروس كورونا، والذي تسبب لها في بعض المضاعفات التي أدت إلى دخولها لعناية مركزة، حيث نعاها زوجها عبر حسابه على الفيسبوك بكلمات وداعية أليمة بعدما تدهورت حالتها الصحية وأسلمت الروح إلى بارئها. الفنان ياسر فرج أعلن عن وفاة زوجته وأم أطفاله عصر اليوم بحزن كبير جدا عبر حسابه على الفيسبوك، لافتا إلى أن الصلاة على جنازتها ستقام اليوم قبل دفنها بمقابر الأسرة، وقال في تدوينة النعي: إنا لله وإنا إليه راجعون، صلاة الجنازة من السيدة نفيسة عصرا. وعاش الفنان ياسر فرج خلال الأيام الماضية فترة عصيبة جدا بعد إصابة زوجته بفيروس كورونا ودخولها إلى العناية المركزة، وعبر عن تأثره الشديد بإصابة زوجته بالفيروس وحالتها الصحية، حيث كتب عدد من التدوينات المؤثرة أثناء زيارته لها في غرفة العناية، وكان يطلب الدعاء لها دائما متمنيا شفائها. ومنذ عدة أيام وتحديدا في يوم 16 من شهر يناير الحالي، طالب الفنان ياسر فرج جمهوره بالدعاء لزوجته بعدما تم نقلها إلى العناية المركزة، وكتب عبر صفحته على الفيسبوك وقال: طول عمري وأنا بخاف من الباب ده، كل ما أروح أزور حد مريض وأعدي بالصدفة من قدام الباب ده بشوف ناس واقفة قدامه منهارة على عزيز ليها داخل العناية المركزة، وكان بينتابني إحساس بالحزن الشديد والرعب من إني أكون في يوم من الأيام مكان واحد من الناس دي. النهاردة كنت واحد منهم بعد دخول مراتي وأمي أولادي للعناية المركزة. عمري ما كنت أتخيل إن هقف الوقفة دي علشانك أنت يا ميادة، وما فيش حاجة كبيرة على ربنا، وإن شاء الله يخرجك ويخرجنا منها على خير، ولكن شاء القدر وكانت إرادة الله أن تسلم الروح إلى بارئها صباح اليوم الأربعاء 27 من شهر يناير. غفر الله لها ورحمها وأسكنها فسيح جناته وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.